كتابك الكريم على الوجه الذي يرضيك عنا واهدنا به سبل السلام واخرجنا به من الظلمات الى النور واجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين. اللهم ارفع لنا به الدرجات وانقذنا به من الدركات وكفر عنا به السيئات واغفر لنا ولوالدينا ولازواجنا ولاولادنا. حاج محمد عبدي يا انت كلام انت لاسيو هل كان حوالا لواسيا حوالا كلام بضن الى هاي هون حرست وحين بسلو انتنا الله هون حرست انا كان الله نقضى هون حرست قويس كيسي يا قرن كسوما لنا الى هاي سمري ايمان هكسيو هل كيو كب حينا الى هاي عول خير قبا هاي نور دوغو محمد وانت على قشا يا قي حير بيكتيا شيخ دينيا هل قما حير بيكت تريقانا انت بايل هوا كل مي وحانو ديف فرد كوتلس كارجي ووينا هولها عين قاس قبل شري انت كسي نولد بوها وما لا وحي كانوا ليهين تذكر دل كان يم مجال ذن إيه مجتمع عم بصور لسبوها وما لا وحي رمانت كانوا ليهين إلهي وإحنا كنا تينا ضد كيسة وكتجي يدا أن ضبابا إنا وضد أولاش أسمران همران وصيدا وحمى مليين دينهان يد ضهان يد ضهان أن ودوا ذي راعنه ولا هو دوا ذي نوافتشيو استجانا كنا ذي فردي سو قرابيو قيس كنا سمري عبر خير قوالك هنا إنا قرينا ودوا نحرسته والفاتح